والآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال. الجولة الاقتصادية ورجاء رمزي، إليك رجاء. شكرا يوسف، شكرا إيمان. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز عن تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة التزام نرجس البحرية بالبحر المتوسط، وذلك بعد أن تكللت جهودها بالتعاون مع شركة شيفرون وشركة إيني وثروة المصرية عن اكتشاف جديد وهام للغاز في البئر الاستكشافية نرجس واحد، وذلك على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال شبه جزيرة سيناء. أكدت الشركة أنه جرى حاليا تقييم التقديرات للاحتياطيات بهذا الكشف الذي يعد الأول لشركة شيفرون في مصر منذ دخولها للعمل بالاستكشاف في منطقة البحر المتوسط وحصولها على 3 مناطق في العام 2020. وتهدف إيجاز إلى العمل مع شركة شيفرون وشركاء للإسراع بوضع الاكتشاف الجديد على الإنتاج في أسرع وقت ممكن. أعرب وزير البترول طارق الملا عن ثقته في قدرة قطاع البترول والغاز على مواصلة رحلة التحول الرقمي من أجل تحقيق الاستدامة والحفاظ على المبادئ الرئيسية للقطاع، وهي السلامة والابتكار والشفافية والكفاءة. وخلال كلمته في مائدة مستديرة تحت عنوان مستقبل التقدم الرقمي في صناعة البترول والغاز، أوضح الملا أن التحول الرقمي كبرنامج هو جزء هام في إدارة وتشغيل برنامج تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز. شاركت مصر ممثلة في وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في اليوم الثاني لمنتدى الطاقة العالمي ضمن قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2023، والمنعقد خلال الفترة من 14 إلى 19 من يناير الجاري بدولة الإمارات. وخلال كلمتها ركزت الوزيرة على مخرجات مؤتمر المناخ كوب 27 الذي عقد في مصر نوفمبر الماضي، الذي أثبتت فاعلية العمل متعدد الأطراف خرج بقرارات في مختلف مسارات التفاوض. كما شرحت الوزيرة ما قام به مصر للخروج بمؤتمر مناخ شمولي يجمع مختلف الأطراف من حكومات ومنظمات دولية ومجتمع مدني وقطاع خاص، إضافة إلى الشباب والمرأة. إلى البورصة المصرية التي أنهت تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على ارتفاع للمؤشرات، ذلك بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، ليسجل رأس المال السوقي مستوى 1,258,000,000 جنيه، ذلك وسط تداولات بلغت نحو 1,800,000,000 جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 0.6% ليغلق عند مستوى 15,561 نقطة. كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة بلغت 1.18% ليغلق عند مستوى 2,840 نقطة. فيما صعد أيضا مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة بلغت 0.94% ليغلق عند مستوى 4,274 نقطة. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على تراجع في تعاملات أولى جلسات الأسبوع متأثرة بالتقلبات في أسعار النفط العالمية. تراجع مؤشر السوق السعودي الرئيسي بنسبة بلغت 0.16%. كما انخفضت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة بلغت 0.25%. أما المؤشر العام فتراجع بنسبة بلغت 0.24%. أما في قطر تراجع مؤشر الأسهم بنسبة بلغت 0.26%. فيما صعد مؤشر الأسهم في البحرين بنسبة هامشية بلغت 0.8%. لنا مشاهدينا عودة مرة أخرى إلى الزملاء يوسف وإيمان، إليكما. شكرا لك رجائي.